احتفلت البطريركية اللاتينية بالسيامة الكهنوتية للشمامسة الإنجيليين أكرم مشربش وخالد جمو من الأردن وعامر جبران وطوني حيين من الناصرة، وبحضور لفيف من الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وفرسان القبر المقدس وطلبة المعهد الإكليريكي وذوي الكهنة الجدد وممثلي جمعيات ومؤسسات دينية وشبيبات ومجموعات كشفية وجمع من المؤمنين. أشهد أنه أهل لدرجة الكهنوت، وإننا ونحن نستعين الله ويسوع المسيح في السنة نختار أخواننا حول لدرجة الكهنوت. الشكر لله. وألقى المطران الشوملي عظة القداس قائلا: إن الكاهن لا يعيش كما العالم، لأن أسلوب حياته وطريقة تحدثه يجب أن تعبر عن انتمائه إلى عالم آخر مختلف، عالم تتجاذبه محبة الرب. فالكاهن المتشبت بالعالم لن يستطيع أن يبني جماعة مؤمنة. اجعلا من أنفسكما تقدمة حية، ابذلا حياتكما محبة بالإنسان ورغبة في خلاصه. يجب على الكاهن أن يخسر نفسه، أي أن يبذل حياته من أجل الجماعة. والكاهن الذي لا يعرف كيف يخسر وينكر نفسه يكون عقيماً ولا يعطي الحياة. وخلال القداس وضع المدبر الرسولي والأساقفة والكهنة أيديهم على رأس الشماسين، سائلين الروح القدس أن يجعلهم كهنة على رتبة ملكي صادق. ثم علت من بعدها أصوات التصفيق والتهاني للكهنة الجدد. أقسى الرب ولن يندم، أقسى الرب ولن يندم. معي الخلف يسوع الأقدس الداعي العلي. مبروكها أول كاهنين يرسمون لأبنائهم من هذه الرعية. مبروك للأب أكرم شربش وللأب خالد جمو. نحن فرحون اليوم بسيامة كهنة جدد داخل البطريركية اللاتينية، اثنان من الأردن واثنان من الناصرة. نتذرع للرب أن يمنحهم البركة والمعونة ليخدموا كنائس البطريركية. بالفعل اليوم كانت فرحة كبيرة للبطريركية اللاتين، لأنه ارتسم كاهنين جدد بالإضافة إلى خمس كهنة تانين ارتسموا في الناصرة وفلسطين قبل أيام معدودة. نشكر ربنا على كل هاي النعم، نشكر كنيستنا كمان على كل التحضيرات هاي، ونشكر البطركية اللاتينية، وبشكر كمان أهلي اللي قدمونا للكنيسة. نشكر ربنا على هاي النعمة اللي أعطانا إياها، وبنشكر كل شخص سندنا وساعدنا حتى نوصل لهذا اليوم، يوم الفرح. ونشكر المعهد الإكليريكي والبطركية اللاتينية وجميع اللي شاركونا فرحتنا. احتفل أيضا بالسيامة الكهنوتية للشماسين عامر جبران وطوني حيين في بازليك البشارة في مدينة الناصرة، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي بير باتيسيا باتسبالا. وشارك في الاحتفال النائب البطريركي في الناصرة الأب حنا كلداني، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب يعقوب رفيدي، ولفيف من الأساقفة والكهنة والشمامسة وأسر الكهنة الجدد وجمع من المؤمنين من مختلف رعايا الأرض المقدسة. لكن بالفعل هاي نعمة كبيرة، وفرح إلي، وفرح أكيد للكنيسة، فرح لأخوتي في السمنية، فرح لعائلتي، فرح لأخوتي كمان في جماعة حياة جديدة. أكيد هاي نعمة كبيرة للأرض المقدسة، وربنا بطلب منكم صلاته حتى بالفعل نكون أمناء للمسيح ونكون في قلب الله. نعمة الكهنوت هي نعمة مقدسة،
فيها الكاهن بيكون يسوع آخر على الأرض، مسيح آخر اللي بيحول خبز والخمر لجسد ودم المسيح. بنفس الوقت في نعمة كمان سر الاعتراف مغفرة الخطايا، فهي دعوة يسوع، دعوة كل واحد فينا كل يوم، اللي هاي الدعوة للتوبة، للمحبة، للإيمان، لأي إشي بالكنيسة، للفرح، للحب، هي هاي أساس الدعوة الكهنوتية.